لأن مشاهدينا ننقل لحضراتكم من دمياط جانبا من فعاليات ورش العمل المقامة بهيئة ميناء دمياط لتسويق لإنشاء محطة لوجستية بالميناء لخدمة أنشطة التنقيب عن البترول والغاز بالبحر المتوسط. أعتقد أن سؤالك يحمل سؤالين معا. النقطة الأولى فيما أفهمه من هذا السؤال هو جعل مصر منطقة هامة جدا لوجستية فيما يتعلق في عمليات التسويق وتوزيع البترول أو اللوجستيات أو الغذاء عبر الأطلنطي عبر المتوسط أعني، ثم عملية التعامل معا. أعتقد أن مصر تحتاج إلى هذا التطوير للسوق المحلي الداخلي، وأنا أرى أيضا أن عملية هذه التطوير تم مناقشته مع الحكومات ومع الحكومة المصرية، وقد أرى أن هناك مواقع كثيرة متعددة عبر المتوسط يمكن التعامل والتعاون معها، وهي ذات اهتمام في هذا الصدد. النقطة الأخرى أن هذه هي لحظة هامة جدا لكي نحدد هي الأولويات، وهناك أيضا سنغافورة ونوتردام وبعض الأماكن الأخرى، هذه هي علامات استفهام كيف يمكن أن نضيف هذه الأفكار وهذه المفاهيم ثم نجلبها هنا من أجل التطوير والتنمية في مصر. هذا أحد الجوانب التي ننظر عليها من أجل أن تكون مصر ذات إنشاء مخدن استراتيجي كبير للغذاء هنا، وأن تكون هي مركز لوجستي كبير. كيف يمكن الاستفادة من موقع مصر المتميز ومن خلال البنية التحتية التي يتم تطويرها في مصر؟ هذا سؤال لا أستطيع أن أجيب عن كل أطرافه، ولكن أتمنى أن أكون أجبت على معظم سؤالك. إذن مشاهدينا كنا نتابع مع حضراتكم جانبا من دمياط جانبا من وقائع فعاليات المؤتمر أو ورشة العمل للتسويق لإنشاء محطة لوجستية للتنقيب عن البترول والغاز في البحر المتوسط.